نبدأ بأخبار نادي الأهلي النهاردة، لأن عندنا موضوعات كتيرة جدا وأخبار مهمة جدا من النادي الأهلي. في بعض الأخبار يعني خلينا بس نجيب أحمد السيد علشان النهاردة عايزين نقلب الحلقة، يعني نبدأ بالأخبار عشان يبقى عندنا تنوع. فنبدأ بالأخبار ونبدأ من النادي الأهلي، عندنا موضوعات كبيرة كتيرة جدا عايزين ندردش فيها مع صديقنا، وبنسبة 90% وبنسبة 90% من الكواليس، وبنسبة 90% حسام عاشور يقرر الاعتزال. بنسبة 90% حسام عاشور يقرر الاعتزال رسميا، بنسبة 90% عن طريق بعض أصدقائه اتكلم معايا وقال انه بنسبة 90% استقر على الاعتزال داخل النادي الأهلي ليغلق ملف حياته الكروية كلاعب داخل النادي الأهلي. وأخبار كثيرة جدا، ولكن خليني عشان أبقى دقيق، هذا خبر ليس مؤكد، ولكن بنسبة كبيرة حسام عاشور سيعلن خلال أيام اعتزاله اللعب داخل النادي الأهلي، وأن يكون هذا الموسم هو آخر موسم لحسام عاشور. فخلينا نشوف كده الأستاذ أحمد السيد وهل هناك جديد معه في هذا الملف، وكمان نتكلم معاه في كثير من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. النهاردة عندنا أخبار كتير جدا. أحمد السيد السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك يا أستاذ عبد الناصر، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينك في كل مكان. يعني هناك بعض الكواليس اليوم تحدثت على أن هذا الموسم سيكون الأخير لحسام عاشور في كرة القدم، وأنه سيقرر خلال أيام رسميا الاعتزال داخل جدران النادي الأهلي. هل لديك أي جديد في هذا الملف يا أحمد؟ يعني يمكن زي ما حضرتك بتقول كده، وتحدث مع بعض المقربين ليه خلال الساعات الماضية، يعني بعد ظروف توقف النشاط الرياضي وعدم وضوح الرؤية الفترة القادمة وصعوبة إيجاد عرض احتراف مميز بقيمة مالية تليق باللاعب وبتاريخ اللاعب سواء في الدوري المصري أو الدوري أو الدوريات العربية، وبالتالي الأوقع أن ده يكون قرار حسام عاشور. هو أكد للمقربين ليه أن بنسبة كبيرة خلال الأيام القادمة سيبلغ إدارة النادي الأهلي بالاعتزال رسميا، ويعني البقاء في النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، على أن يكون هذا الموسم هو الأخير لي مع النادي الأهلي وينهي مشواره داخل القلعة الحمراء، وبالتالي يستفيد من عروض النادي الأهلي، يعني سواء بإقامة مهرجان اعتزال يليق بقيمة حسام عاشور، أيضا العمل في قناة النادي، وكمان السفر للحصول على دورات تدريبية وأكاديمية على نبضة النادي الأهلي. وبالنسبة لحسام عاشور فيعني يمكن بنأيد وبنأكد كلام حضرتك، لكن ما فيش قرار رسمي صدر من اللاعب أو من النادي، لكن هو أكد بالفعل للمقربين لي إن غالبا ده يكون قراره النهائي، وربما يعلنه خلال الساعات القادمة بالاعتزال داخل النادي الأهلي. طيب عندنا النهاردة برضه في موضوع انتشر جدا وتصريحات من بعض مسؤول النادي الأهلي غير معلنة بيردوا فيها على كلام بعض المسؤولين في بعض الأندية التي تطالب بإلغاء المسابقة، واعتبار هذا الموسم كونه موسم بلا كرة ولا يحدد فيه بطل، أسوة بما حصل في الدوري الهولندي. في تصريحات طلعت، خلينا أقول لك الخبر يا أبو حميد ونعلق عليه سويا. مسؤول الأهلي الذي رفض ذكر اسمه أطالب الزمالك والإسماعيلي بالانسحاب من بطولة أفريقيا والبطولة العربية وتطبيق التجربة الفرنسية وانتظار اللقاح. طبعا عنوان مبهم، تفاصيل العنوان إيه؟ أبدى أحد مسؤولي النادي الأهلي البارزين رفض ذكر اسمه خلال الساعات الماضية استياءه الشديد من التصريحات التي تخرج بين الحين والآخر من بعض الإعلاميين الذين ينتمون لأحد الأندية المنافسة والذين يطالبون بإلغاء النشاط الكروي هذا الموسم، مع رفض تتويج النادي الأهلي لبطولة الدوري والتي يتصدر ترتيبها وبفارق تخطى 20 نقطة عن صاحب المركز الثاني، وبالتحديد ردا على كلام زعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي الذي طالب بإلغاء الدوري العام وتطبيق التجربة الهولندية التي تنص على عدم تحديد بطل للمسابقة وإلغاء الهبوط. وقال المسؤول الأهلاوي ردا على هذه التصريحات لزعفان الصغير وآخرين، كابتن زعفان طبعا له منا كل احترام وتقدير، الأشخاص الذين يتحدثون عن إلغاء المسابقة المحلية
وتطبيق التجربة الهولندية هذا الموسم في مصر، ويحاربون ذلك وبالتحديد من الزمالك والإسماعيلي الذين يتبنون الحملة بشكل شرس، أطالبهم بالانسحاب من بطولتي دوري الأبطال الإفريقي ودوري أبطال العرب، مشيرا أن هناك تجربتين الفرنسية والبلجيكية محلية، وكذلك أصحاب المركز الأولى والمشاركين في دوري الأبطال الأوروبي، مؤكدا على أحقية نادي المقاولون العرب في المشاركة في دوري الأبطال الإفريقي العام القادم وتتويج الأهلي بالدور العام حال إلغاء النشاط الكروي في مصر هذا الموسم، على أن يتم إشراك ناديي بيراميدز والزمالك في بطولة الكونفدرالية بصفتهم أصحاب المركزين الثالث والرابع. وأضاف أحد مسؤول النادي الأهلي الذي رفض ذكر اسمه أن الأشخاص الذين يتبنون فكرة إلغاء المسابقة هذا العام نظرا لاقتراب الأهلي من حسم بطولة الدوري وكأس مصر بعكس صعوبة الأمر على فرقهم، وكذلك الأشخاص المنتمين للأندية المرشحة للهبوط للقسم الثاني، نسوا أن هناك تجارب أخرى مثل التجربة الألمانية والأسبانية والإيطالية والإنجليزية والأمريكية، والذين أعادوا النشاط الكروي من جديد، ومن قبلهم الصين وكوريا والسويد وبيلاروسيا ورواندا وغيرها من البلدان الأوروبية والإفريقية رغم انتشار جائحة كورونا. وأنهى المتحدث كلامه بأنه لو تم إلغاء الدوري فهذا يعني أن الموسم الجديد لن يعود سوى مع ظهور لقاح أو مصل لكورونا، وأن غير ذلك فلنستمر في البقاء في المنازل، وهذا يستدعي لنا لأعوام وإلغاء كمان الموسم القادم. خلينا ندردش في ده ونشارك السادة المسؤولين، يعني أعتقد أن ده رد قوي جدا وإن كان المسؤول لم يذكر اسمه. انتوا عايزين تحرموا الأهل من البطولة، كمان انتوا تحرموا من المسابقات العربية والإفريقية. تفضل يا أحمد. يعني يمكن التصريحات دي اكيد يعني صحيحة وتتفق مع رؤية مجلس إدارة النادي الأهلي والبيان اللي تم نشره لو حضرتك تتذكر منذ أيام، وتلاها تصريحات المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كلها بتصب في نفس الاتجاه نحو عودة النشاط الرياضي، نحو عودة بطولة كرة القدم، عودة الحياة الرياضية من جديد بما يتفق مع تعليمات وزارة الصحة والحكومة المصرية. يعني شفنا الدوري الألماني بيفكر يرجع، يمكن احنا قلنا كمان الدوري التونسي، كل الدوريات اللي حضرتك ذكرتها حتى ولو هناك بعض الدوريات ألغت ولكن يمكن الأغلبية بتفكر انها ترجع. يمكن الجديد في الدوري الفرنسي ابتدى يكون هناك حالة لوم بعد إلغاء البطولة وإعلان باريس سان جيرمان هو البطل، ابتدى الناس تفكر طب ليه الدوري ما يرجعش، ما الدوريات تبدأ ترجع تاني، ومعنى انهاء البطولة وإيقاف البطولة معناه ان الموسم الجديد زي ما حضرتك بتقول كده لازم يكون فيه مصلة ولازم يكون فيه لقاح عشان فيروس كورونا. وبالتالي يمكن دي تتفق مع رؤية مجلس إدارة النادي الأهلي وهو السعي قدما نحو استمرار المسابقات بما يتفق مع مصلحة الجميع، بما يتناسق مع تعليمات وزارة الصحة والحكومة، وأكيد بما لا يضر اللعيبة، لكن في نفس الوقت بما لا يضر الاقتصاد ولعبة كرة القدم وصناعة كرة القدم والحقوق التسويقية والتزامات اللعيبة والتزامات الأندية. يمكن الأندية بتعاني جراء توقف لمدة أيام وشهور، يعني ما بال حضرتك لو تم إلغاء المسابقة. لكن في نفس الوقت الأكيد رؤية النادي الأهلي واضحة، لو ده قرار الحكومة أكيد الأهلي هيوافق على هذا، ولكن أكيد الكل بيسعى والمصلحة العامة نحو عودة النشاط الرياضي، بطولة الدوري وبطولة الكاس والأمور ترجع، ولكن أكيد بأمور احترازية واجبة ومهمة جدا. وخلينا نكرر قبل ما نسيب الملف ده يا أحمد إنها ليست حرب، والناس اللي عملوها حرب ما بين الأهلي الذي يطالب بأن النشاط يستمر وما بين الذين يحاربون فكرة استمرار النشاط هي ليست حرب. الدولة صاحبة القرار والأهلي والكل ملتزم بالقرار، ولكن الأهلي لما طلع البيان طلع بأسباب واضحة لماذا يريد أن تستمر المسابقة مع الوضع في الاعتبار كل عوامل السلامة لكل عناصر اللعبة. أما الذين يتحدثون عن الخراب والإلغاء فليس لديهم فكر ولا أجندة ولا أسباب ولا آلية، وإلا كانوا اتحدوا وطلعوا بيان محترم مثل البيان اللي طلعه النادي الأهلي، كان وقتها سيحترموا من الجميع، لأني سنقول إن الأهلي رؤيته في الاستمرار واللي معاه زي سموحة وآخرين 1 2 3 واللي عايزين الإلغاء رؤيتهم وتحترم 1 2 3، ولكن صاحب الرؤية يحترم واللي من غير رؤية ملهمش كلام للأسف. وبنسبة كبيرة جدا لجنة الأزمات والطوارئ
في الحكومة المصرية، والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيعلن مع نهاية رمضان بإذن الله وعقب العيد عودة الحياة إلى طبيعتها. وبالبديهي إذا كنت تقول وتحمي نفسك، ودي تصريحات وزيرة الصحة النهاردة، المواطن هو المسؤول عن صحته، وزيادة أعداد المصابين بكورونا مسؤولية المواطن وليس مسؤولية الدولة، وعلى كل إنسان أن يلتزم. كل تصريحات الحكومة تدل على أن الدوري راجع، وزي ما انفردت من أسابيع أنه 15/6 أو النصف الثاني من شهر 6 القادم هو عودة الدوري المصري، وهذه معلومات بنسبة لا تقل عن 80%. عودة الحياة من أولها عودة الكرة القدم إلى طبيعتها، ودي مش حرب، نحترم اللي بيقولوا لا وبنحترم وجهة نظرهم، ولكن هم لا عندهم أجندة ولا ليهم وجهة نظر، هي العملية حقد وكراهية وكلام على الفاضي، وكل اللي بيتكلم لا معاه أجندة ولا معاه رؤية. فده بس مهم جدا ان احنا نوضحه. الحكومة المصرية ولجنة الأزمات التي تدير البلاد في جائحة كورونا هي التي ستحدد كل شيء، والأقرب بنسبة 70% عودة الدوري العام. ولكن انا بقول رجعوا الدوري الممتاز والممتاز به، اما باقي الدرجات فلا بد ان يكون هناك وقفه، لان ما عندناش ملاعب ولا امكانيات تضمن السلامه لمسابقه الدرجه الثالثه او الدرجه الرابعه، فدول لازم يتلغوا كليا وجزئيا، لان احنا عارفين بنتكلم بنقول ايه. اما اللي عايزين الخراب لا هم عارفين بيتكلموا فيها ولا عارفين بيتكلموا ليه، فده كلام مهم جدا. طيب في موضوع تاني، هل في كلام على اقاله الكابتن فتحي مبروك وان لجنه التخطيط تدرس غربلة قطاع الناشئين، وان يكون هناك فكر جديد خصوصا في جيل 99 و2000 و2001 و2002 و2003 في النادي الاهلي؟ احمد يعني ربما تكون الامور دي وارده، ويمكن احنا اتكلمنا وقلنا ان يعني قطاع الناشئين ولجنه التخطيط في النادي الاهلي بتدرس الملف ده جدا، وقلنا ان الكابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط مدين اهتمام بقطاع الناشئين ويحصل اعاده هيكله. لكن يعني خلينا نقول من الحديث او من يعني من المبكر ان احنا نتحدث في اقاله الكابتن فتحي مبروك او استخدامه في يعني منصب ثاني واستحداث منصب جديد، كل الامور دي وارده. ربما يتم الاستعانه بعنصر جديد او بعناصر جديده في قطاع الناشئين، ربما كمان الناس بتتكلم على تغيير بعض الاجهزه الفنيه لبعض المواليد يعني كمان، لكن التأكيد على قدرات الكابتن عمرو أنور كمدير فني لفريق الشباب وتأكيد الثقة فيه. لكن وارد زي ما حضرتك بتقول يبقى في إعادة هيكلة لقطاع الناشئين، يعني استبعاد بعض العناصر، ضم عناصر أخرى، بعض العناصر يتم استحداث منصب آخر ليها، كل ده وفقا لرؤية مجلس الإدارة. لسه الملفات بتتعرض على الكابتن محمود الخطيب ومنها يتم عرضها على مجلس الإدارة، وبالتالي هي لسه محل نقاشات ما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط. طيب عندي خبر خاص تاني يا احمد، ويمكن النهارده احنا مغيرين في الاسلوب بنتكلم مع بعض، على كان خاطر الدنيا بتغير كل يوم من نظام الحلقات عشان الناس ما تملش مننا. عندي خبر خاص جدا وحصري برضه مهم جدا ان احنا ناخد راي الساده المشاركين فيه في ملف النادي الاهلي قبل ما نروح لملف نادي الزمالك. السيد عبد الحفيظ قدم اعتذار شفوي للكابتن محمود الخطيب بشكل ودي، وكمان اعتذر للكابتن محسن صالح عن موضوع رامز جلال وسماحه للشناوي وكهربا وعلي معلول انهم يذهبوا الى البرنامج بالاضافه للحلقه بتاعته، وان هو يعني قال لهم انا بالفعل بذلت جهد كبير في اني انا ارجع الفلوس والغي الحلقه، ولكن يعني يبدو ان الامور رفضت من ام بي سي، وان هناك اقرار او عقد تم توقيعه بعد تصوير حلقه الكابتن سيد عبد الحفيظ التي لم تخرج للنور، ووصلني ان الكابتن محمود الخطيب تقبل اعتذار سيد عبد الحفيظ وكذلك الكابتن محسن صالح، وان في اليه بتتوضح حاليا لموضوع الخروج في الفضائيات في اي برنامج ايا كانت طبيعته او اي مشاركات دراميه ك
كأفلام أو مسلسلات ليكون للأهل السبق في ترتيب هذا الموضوع بحكم يعني ما بينه وبين لاعبيه وأطراف كرة القدم من عقود احترافية. كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ رفض التعليق تماما لما بيسألوه انك انت ممكن تمشي بسبب الموضوع ده، قال انا تحت امر النادي الاهلي ولكن الملف اغلق تماما باعتذار شفوي للجنة التخطيط وللكابتن محمود الخطيب. هل لديك معلومات في هذا الملف؟ يعني يمكن زي ما حضرتك بتقول بالفعل هو تم إغلاقه بهذا الشكل، ويمكن هو يعني ملف بسيط لكن البعض للاسف استغله وقعد يحاول يكبر فيه ويضخم فيه. احنا قلنا ان كان فيه عتاب، كان فيه يعني عدم رضا على منصب مدير الكورة ان هو يصور حلقة في برنامج رامز جلال، لكن بكل وضوح كابتن سيد عبد الحفيظ وضح الامر، مفيش اي خلاف، وزي ما حضرتك بتقول كده ممكن يكون فيه اعتذار شفهي في يعني، لكن في الاخر مفيش خلاف، مفيش ازمة، مفيش اقالة زي ما الامور بتتردد. الاهلي بيحط سياسة علشان الكل يمشي عليها، يمكن السياسة كانت موجودة بالنسبة للعيبة لكن ما كانتش واضحة قوي بالنسبة للجهاز الفني ومنصب مدير الكورة وهو يرجع لمين ياخد الموافقة الاول، ده اللي النادي الاهلي بيحطه عشان يبقى ليه سبق ويبقى ليه سياسة واضحة. لكن الموضوع ما كان هو الى خلاف وجهات النظر، حاله من عدم الرضا، يمكن الكابتن سيد وضح موقفه، الامور انتهت وفي النهايه ما فيش ازمه، لكن هي الازمه هي اللي عملتها من خلال وسائل الاعلام. طيب في الشأن المالي، خلينا في ظل حالة الركود اللي الناس فيها في الشأن المالي، يعني الأهلي يجدد مطالبته ببعض مستحقاته المالية اللي خارج اللي في الخارج للمعارين، يعني صفقة رمضان صبحي، غرامة السعيد، موضوع كولوبالي، مستحقات أجاية، بعض باقي مستحقات اللاعبين كلها أجملت في 100 مليون جنيه. يعني هل هناك وقت معين لدخول هذه الأموال في خزينة النادي الأهلي؟ يعني يمكن ما فيش وضوح رؤية للأسف، لكن الأهلي بيسعى عن طريق الشؤون القانونية لتجميع كل هذه المبالغ. عند حضرتك برضو مبلغ كبير لدى الكاف زي ما حضرتك بتقول، 100,000 عند الصفاقسي، 1,400,000 عند النجم الساحلي التونسي، حوالي 100,000 دولار عند الاتفاق السعودي، لكن طبعا في ظل توقف النشاط الرياضي الامور بتتصعب شويه، لكن اموال ومبالغ مهمه، النادي الاهلي مهم انه يدافع عن حقه فيها وبيكمل في هذه الملفات، لكن فكره تكون موجوده امتى؟ اعتقد كمان خصوصا كمان ال1,500,000 دولار او 1,400,000 دولار بالتحديد بتوع النجم وارد ان هم ياخدوا وقت شويه. لكن النادي الاهلي بيحاول يحصل كل هذه المبالغ، اكيد هتفيد النادي ماديا في الفتره القادمه في ظل الازمه اللي بتعاني منها كل الانديه. طيب عندي خبر مهم جدا برضه وربما يكون خاص عن طريق بعض اصدقاء احمد حجازي، ان هو صرف نظر تماما عن العوده لمصر في الوقت الحالي، وانه صرح لاصدقائه انه فعلا كان في كلام مع النادي الاهلي ولكن المبلغ المالي حال دون استكمال هذا الملف. يعني لأول مرة يعني أنفرد بهذا الخبر، أحمد حجازي يصرح لأحد المقربين لي أنه بالفعل الأهلي اتكلم معاه ولكن العائد المالي أو الاتفاق المالي حالة ما بين وصولهم لاتفاق مع بعض، وأن حجازي صرف نظر تماما عن العودة في مصر. لما تسأل أو لما سألت أنا صديقه طب وقف عند إيه التفاوض بينه وبين الأهلي، قال لي كان هناك تصميم على 1,000,000 دولار من اللاعب، والأهلي قال إن هذا الرقم مبالغ فيه، ومن ثم توقفت المفاوضات، ثم أعلن حجازي رسميا أنه لا يفكر بالمرة في العودة إلى مصر. بالفعل يمكن احنا قلنا الكلام ده لحضرتك تتذكر من حوالي اسبوعين او اكتر، قلنا ان الاهلي اغلق ملف احمد حجازي، واحمد حجازي مدي الاولويه للنادي الاهلي، وبما ان الامور الماديه ما مشيتش بالاضافه برضه لتاخر رؤيه يعني مستر فايلر، وبالتالي احمد حجازي اغلق الملف تماما واغلق فكره عودته لمصر اصلا من الاساس، وبالتالي احمد حجازي لما يرجع ربما من خلال بوابه النادي الاهلي لكن مش هذا الموسم او مش الموسم القادم. تمام، يعني بس خلينا يمكن أول مرة يعلن الرقم إن الأهلي وصل ل1,000,000 دولار في التفاوض مع أحمد حجازي، وده كان طلب أحمد حجازي والأهلي رفض المبلغ. يعني الأهلي قال 1,000,000 دولار، يعني ده بعيد عن الفئة الأولى اللي احنا شغالين فيها ولن نتخطى الفئة الأولى مع أي لاعب أيا كان. معايا يا أحمد؟ معاك تمام. امال الاصوات دي بعيده، بس في صوت بيخش وسطينا كده مش عارف منين.
طيب عندي برضه خاص جدا باهر المحمدي، ابلغ اداره الاسماعيلي انه في حاله رحيله لن يرحل الا للنادي الاهلي، وان بالفعل الزمالك ابدى رغبه في ضم باهر المحمدي، وبيراميدز ابدى رغبه في ضم باهر المحمدي، ولكن اللاعب قال خروجي من الاسماعيلي يعني للنادي الاهلي. هل لديك معلومات في هذا الموضوع؟ يعني بالفعل ده هو قاله، وكمان اضيف عليه ان هو كمان ابلغ ضابط الاسماعيلي انه ما عندوش اي مشكله انه يتنازل عن جزء كبير من مستحقاته في سبيل اتمام صفقه انتقاله للنادي الاهلي كمان. لكن في نفس الوقت يمكن احنا قلنا برضه رؤيه مجلس اداره نادي الاسماعيلي تخوفا للجماهير، بعض الامور الماليه اكيد بيبالغوا فيها، كل دي امور بتعطل الصفقه وبتجعل هدفهم فقط هو رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي مش الدوري المصري. لكن باهر محمد يبلغ ضابط الاسماعيلي انه رغبته الاولى النادي الاهلي وانه عايز النادي الاهلي، ويمكن كتب على تويتر لو حضرتك تتذكر اكثر من تويتر بدعم هذا الملف يعني، وكانه بيخاطب جماهير النادي الاهلي. طيب خليني برضه قبل ما اسيب موضوع باهر المحمدي، يعني عرفت من بعض الناس في النادي الاهلي ان لجنه التخطيط اقترحت على فايلر ان رجب بكار يكون بديل باهر المحمدي في حاله فشل التفاوض وانتقاله للنادي الاهلي، هل فايلر ابدى موافقه على بديل على رجب بكار؟ لا لم يبدي موافقة، لكن هو من ضمن البدائل اللي موجودة. بس هو التخوف زي ما احنا قلنا كبر سنه، مستر فايلر مش عايز يجيب صفقة تقعد موسم او اثنين ويرجع يبيعها ويبدأ يدعم بصفقة تانية، لا هو عايز يبني فريق للمستقبل، عايز يجيب لعيب يبدأ يقعد معاه سنين حتى لو يكون في بيع واستثمار مالي يكون في لعيب صغير في السن وبالتالي او متوسط السن حتى، وبالتالي يعني يمكن رجب بكار مطروح اسمه وقوه ولعيب خبره وابدى رغبه كمان للتواجد داخل النادي الاهلي، ولكن مستر فايز حتى هذه اللحظه عنده تحفظ بشان اللاعب، في نفس الوقت هو مش عايز يستعجل برضه في القرار، لكن الرؤيه الاول ليه والرؤيه الاولى ليه هو بالنسبه ليه هو باهر محمد. طيب يعني طيب خلينا في الموضوع ده كمان بالذات يا احمد، ان في كلام كبير عن عوده محمد شريف وصلاح محسن بالتحديد للنادي الاهلي، لان ربما تكون العوائد الماليه التي سيطلبها الاهلي سواء من انبي او من سموحه غير مجزيه، فهل بالفعل ممكن يرجعوا اذا لم يكن هناك اتفاقات ماليه حتى لو الاهلي مش محتاجهم؟ ده وارد طبعا، لان في الاخر الاهلي برضه بيحسب الموضوع ماليا. ولكن يعني في رغبه لدى مستر فايلر بعوده محمد الشريف، يمكن هي صلاح محسن بس الرغبه في تجديد الاعاره، فممكن يكون في مفاوضات لتجديد الاعاره ولكن مش بيع نهائي، الاهلي مش عايز يبيع صلاح محسن بيع نهائي، ويمكن احنا قلنا ان الاهلي اشترى صلاح محسن بقيمه ماليه ومبلغ مالي كبير فمش هيقدر يبيعه الا بمبلغ مالي اكبر ومبلغ يكون يستاهل قيمه صلاح محسن خصوصا انه لاعب صاعد وناشئ. لكن موضوع تجديد الاعاره الاهلي بيسعى فيه بقوه، اكيد هيكون ليه عقبات لكن اعتقد بالتفاوض الاهلي هيحل هذه الازمه. نفس القصه طالما بنتكلم على باهر المحمدي، من ضمن تفكير عوده كريم يحيى لاعب الاهلي الشاب المؤهل لسموحه، لعيب شاب ويقدر يفيد النادي الاهلي في هذا المكان. انا لسه جاي في بدائل موجوده ولسه حتى هذه اللحظه للاسف مستر فايلر ما حسمش القرارات، ويمكن احنا قلنا بس معالي منذ ايام طالب النادي الاهلي تحديد موقفه لانه عنده بعض العروض الخارجيه، عايز يعرف هيرجع ولا مش هيرجع، فكل دي امور النادي الاهلي محتاج ان هو يحسمها، لكن لسه يعني واضح ان الموضوع واخد وقت. طب بما انك انت جبت سيره كريم يحيى، خلينا نروح لخمسه دفعه واحده، يعني وصلني معلومات ان في كلام ما بين الكابتن حماده صدقي وما بين مسؤولين في النادي الاهلي وفي تواصل كبير جدا، وان في خمس لعيبه مرشحين دفعه واحده ان يكونوا ضمن صفوف سموحه من الاهلي الموسم القادم. كريم يحيى في حاله ان فايلر لم يؤكد رغبته في احتيابه ستتجدد اعارته في سموحه طبقا لما تم الكلام فيه مع الكابتن حماده صدقي. كمان صالح جمعه الكابتن حماده صدقي ابدى استعداد ان لم يكن هناك عرض يوافق عليه الاهلي لبيعه او اعارته خارجيا يرحب بان يكون ضمن صفوف سموحه، وهذا الكلام خاص جدا وانفراد. كمان احمد ياسر ريان الكابتن حماده صدقي ابدى استعداد ان لو مش هيرجع للنادي الاهلي لديه استعداد انه يكون معاه في سموحه، وباسم علي واكرم توفيق، يعني خلي بالك الكابتن حماده صدقي فاتح ملف كبير على خمس لعيبه، تجديد اعاره كريم يحيى، صالح جمعه لو الاهلي رغب في ذلك، احمد ياسر ريان، باسم علي واكرم توفيق.
يعني يمكن كلهم اسماء كبيره، ولكن يعني كل لاعب حالته تختلف شويه. يمكن اكرم توفيق ممكن يرجع، لكن احمد ياسر ممكن يتم تجديد اعارته مع الجونه، لكن لو في مفاضله ماليه او عروض ماليه اخرى ممكن يكون برضه كابتن حماده الصيدي اولى بيه بمعنى اخر، يعني وفقا للعروض الماليه هيكون، وطبعا رغبه اللاعب. لكن يعني يمكن ملف المعارين كله لم يحسم، لكن اكيد في بعض الانديه انا بكلمك في ملفات حكوميه مهمه بالظبط، ممكن نلاقي قرار لجنه العدل غائب النشاط الرياضي او غائب بطوله الدوري، يبقى الناس هتبدا تفكر على طول في الموسم الجديد، فالنادي عايزه تعرف موقفها، هترجع هتكمل تبدا تشوف بطولات ثانيه، خصوصا حضرتك بتتكلم على احمد ياسر ريان كمان كان وكيله بيشوف له بعض عروض الاحتراف حتى في الدول العربيه، فكلها اسماء كبيره. كريم يحيى برضه من اللعيبه المميزه جدا، لكن اعتقد مستر فايلر، ويمكن احنا انفرطنا امبارح كان في جلسه علشان ملف المعارين، وايضا في جلسه بعد غد، وخلال الايام القادمه يكون في جلسات مختلفه تمام علشان حسم ملف المعارين بشكل واضح وباين. طيب خلي بالك برضه الكلام اللي طلع عن احمد الشيخ، فايلر ابدى رغبه تامه في بقاء احمد الشيخ وعدم الاستغناء عنه تماما، عشان بس الناس اللي بتسالني احنا قلنا الكلام ده حتى ان ما يخشش اي صفقه تبادليه بالظبط. الله ينور عليك. ساعته مكمل 2023 وهو متمسك باللاعب بشكل كبير، وقلنا ما فيش عرض كان من المقاصه، وان كان حتى عرض هيجي ففايلر متمسك باللاعب. كمان الاهلي نفى تماما اي نيه لاعاره بادجي، وان كل الكلام ده استهلاك اعلامي، بس برضه للناس اللي بتسال عن موضوع ان في ناس بتتكلم عن اعاره بادجي. اتفضل. صح، ناس بتتكلم عنه، خصوصا ان البعض ردد ان لسه لم يقتنع الاهلي بمستواه وكلام كبير كده، لكن في الاخر بادجي لسه ما لحقش يلعب علشان يقنع او ما يقنعش، وبالتالي هو مكمل في النادي الاهلي، ما فيش كلام بخصوص هذا الشان. طيب كمان خلينا نقول ان الكلام بدأ يسير بشكل قوي جدا في حكاية توقيع احمد توفيق للنادي الاهلي، بدأ ياخذ محض الجدية بعد ما كان مستبعد، بعد ما كان غريب، لا بدأ ناس كتيرة تتكلم فيه، ولكن في سرية تامة، لا حد عارف ياخد تصريحات من اللاعب، ولا حد عارف ياخد تصريحات من بيراميدز، ولا حد عارف يجيب تأكيدات من النادي الأهلي، ولكن في كلام كتير جدا إن أحمد توفيق وقع رسميا للنادي الأهلي، بس لكن يا جماعة ليس هناك أي تأكيدات أو نفي، لا من بيراميدز ولا من اللاعب ولا من الأهلي، ولكن في كلام مؤكد على ان احمد توفيق وقع رسميا للنادي الاهلي، وبدا الكلام ده يا احمد يزيد خلال الايام اللي فاتت. ويمكن بعض اصدقائي لقت برضه اكدوا الكلام ده، لكن احنا خلينا برضه يعني نحاول خلال الساعات القادمه نجتهد ونوصل ناكد المعلومه، رغم ان زي ما حضرتك بتقول كده ما فيش تاكيدات سواء من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن يعني بعض اقارب اللاعب وبعض اصدقائه قالوا هذا الكلام. خلينا نتابع عندنا الملف، احمد توفيق اكيد مدافع مهم، لكن خلينا برضه نشوف رغبه مستر فايلر ويعني القرار النهائي في النادي الاهلي. طيب خلينا برضه عندنا حاجة مهمة جدا عشان نطمن الناس، حمدي فتحي ومحمد محمود بدأوا المشاركة الطبيعية في التدريبات الجماعية. يعني يمكن حضرتك بتوصل ان هم بيتمرنوا في منازلهم خلاص مع قدرة التدريبات الجماعية بالظبط. الله ينور عليك. اعتقد وده يمكن اعتقد ده وصفا كمان للتقارير اللي بتتم ارسالها بشكل يومي للمراكز الطبية اللي بيتعاملوا معاها في المانيا. يمكن احنا قلنا الحمد لله حمدي فتحي جمهور خلاص بقت مستقره جدا، نفس القصه محمد محمود يعني يمكن ساعه تسميه بعدهم بيبقوا 10 ايام، فيعني انا بتفق مع حضرتك عوده اللعيبه للتدريبات هيكون فيهم بس كده ايه تمهل برضه عليهم شويه، لان خلاص يعني الناس بتنزل مختار التتش بقى له مده، يعني فهيكون في تمهل عليهم، لكن هيكونوا جاهزين لدخول في التدريبات. اتفق معاك. يعني بس خلينا نؤكد انهم جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية عندما يأخذ النادي الاهلي الضوء الاخضر من فايلر مديره الفني، بعد ان يكون ذلك من قبل الادارة في انتظار موضوع عودة الدوري من عدمه. يعني نؤكد ان حمدي فتحي ومحمد محمود اصبحا جاهزين الان للمشاركة في التدريبات الجماعية، وانهم حصلوا على برنامج خاص من فايلر، والحمد لله نقدر نقول تعافوا بشكل لا يقل عن 90-95%. طيب سعد سمير طمنا عليها. سعد سمير الامور احسن، ويمكن يعني كنا بنتابع من حوالي 4-5 ايام البرنامج اللي بيعمله، والحمد لله الامور كويسه. لا يا احمد لحظه احمد، الصوت يا احمد ارجع لمكانك يا احمد زي ما قلت.
ارجع لمكانك زي ما قلت، لان احنا ايه النهارده يعني مركزين جدا على الكوره، عشان ناس كتير بتسالنا النهارده، عايزين نجاوب في اللايف على كل اسئله الناس. ارجع لمكانك تاني يا احمد. اه انا زي ما انا والله، بس كنا الله بنتكلم على سعد لا 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 صوتك كده بقي تمام. الاول اقطع، خليك في مكانك. سعد سمير طمنا عليه، لان النهارده مخصصين اللايف وعلى حمدي فتحي. سعد سمير، سعد سمير يعني يمكن كان في تواصل ومتابعين من حوالي 4 5 ايام البرنامج العلاجي السياسي، وفي تواصل مع المركز الطبي الالماني هناك، والحمد لله دكتور خالد محمود قال ان الامور مستقره، ويمكن الامور كمان معدل الشفاء الحمد لله اعلى عندنا متوقعا. وبالتالي سعد سمير احنا بنتكلم يعني اسبوعين ثلاثه بالكثير، حضرتك بتتكلم على اخر شهر 5 يقدر ينزل التدريبات، ولكن هيكون لي برضه يعني حوالي اسبوعين او 10 ايام ثانيين يبدا في بس يعني تماسك الشفاء، او يبدا يخش رواد من رواد التدريبات الجماعيه. فاحنا بنتكلم يعني اقل من شهر سعد سمير يكون جاهز للدخول في التدريبات بشكل مميز. طيب هل بالفعل فايلر يعني برضه من ضمن الاسئله اللي جايه، هل بالفعل مستر فايلر طلب امكانيات اكتر للجهاز الطبي ودعم اكبر للجهاز الطبي، او ربما وصل لحد انه عايز تغييرات في الجهاز الطبي؟ صحه هذا الكلام؟ لا لا، هو الجهاز الطبي راضي عنه تماما. يعني يمكن قال ان هو بيحاول يطور وبيحاول يشوف اجهزه جديده، بيحاول يشوف مراكز طبيه افضل يتم التعامل معاها، لكن هو طلب يكون في منصب يعني معد بعد الاصابات، معد تحليل الاصابات، دكتور يكون مشرف على البرامج التدريبيه، ما يبقاش بقى معد احمال او معد بدني، لا هو عايز دكتور متخصص ما بعد الاصابات ومعد ومتابعه للمستشفى للاعبين. هو عنده ملحوظه شويه من الاصابات بتطول، والبرامج الاستشفاء اللي انت بتعملها بتطول، يعني اصابه تقعد 3 4 شهور، اللي هي بتقعد 6 و7 و9 وممكن تطول. فهو عايز حد في المنصب ده يعمل متابعه للمصابين بشكل مميز بشكل يومي عادي. فده مصر يتم استحداثه هي الجهاز الفني للنادي الاهلي، ربما مع بنك الموسم القادم. طيب كمان ده مهم جدا، يعني طب هل الكلام اللي بيتقال ان هو كمان طالب معد نفسي ده صحيح؟ صح، هو اتقال كده، لكن هو مش هيكون بشكل منتظم. يعني هذا بشكل بس جلسات كده على فترات، ويمكن الاهلي عملها منذ فتره. تاهيل اللعيبه نفسيا ما بعد العمل التدريبات والتوقف، تاهيل اللعيبه نفسيا وتحفيزهم بشكل مختلف وبشكل كبير ان هم يرجعوا يخشوا في مود المباريات. فدي جلسات هتتم على فترات، لكن هو طالب بالفعل كده في محاوله لتطوير لعيبه النادي الاهلي من كل الجوانب. يعني ده كلام مهم جدا. تبقى لينا سؤالين مهمين جدا. السؤال الاول، فايلر حسم موقفه، ده الاخبار اللي جايه لي النهارده من النادي الاهلي فيما يخص التجديد. هو كان في كلام مع كابتن محمود الخطيب بالفعل لبعض الساعات، ويمكن الكابتن محمود الخطيب بيضغط على مستر فايلر ان ينهي هذا الملف. يعني علشان بس ما فيش من التسديد مع الفريق، ما نستناش لما الدوري يرجع ونضغط، واذا في ضغط مباريات ونرجع نشوف. ومستر فايلر قدم وصفه ما فيش مشكله على التجديد، لكن يعني هو بس يعني بيرجع لاسرته، وربما خلال الساعات القادمه يتم الاعلان بشكل رسمي عن تجديد مستر فايلر لمده موسمين مع النادي الاهلي. طيب كمان عايزين نقول ان جماهير النادي الاهلي رحبت جدا بتصريحات علي معلول اللي قال فيها قبل الاداره، يعني احنا قلنا ان الاداره تحسم هذا الموضوع الخاص بالعروض الكثيره اللي جايه لعلي معلول، الا ان علي معلول فاجئ الكل وقال يعني لا ارحب باي عرض، وانا باقي في الاهلي واتمنى الاعتزال في النادي الاهلي. في حاجه مهمه جدا، جماهير النادي الاهلي رحبت جدا بكلام علي معلول وكانت سعيده بيه. وهو بصراحه يستاهل يعني. يعني كانت فرحانة جدا بالكلام ده، والناس تنقلت حتى بالمناسبة للصفحات المنتمية للنادي الاهلي كلامنا وتصريحاتنا عن علي معلول، لان احنا انفردنا بيها وقلناها بالتفصيل، وعن تصريحاته وكواليسه مع لجنة التخطيط او عفوا مدير الكورة كابتن سيد عبد الحفيظ. فالناس ادت اهميه للموضوع ده، ودي علي معلول يعني قيمته كانت بتؤكد تواجده داخل النادي الاهلي. فجماهير النادي الاهلي سعيده بمعلول زي ما هو سعيد بالبقاء داخل النادي الاهلي. طيب اخبار مونيكا وسيرينو، اذا كان هناك جديد، لان انا عارف ان في تطور حاصل في مونيكا وان كان سري للغايه. يعني يمكن مونيكا الامور بتقرب شويه، خصوصا ان في استقرار على بدء التفاوض الرسمي مع اللاعب، ويمكن خلال الساعات القادمه اعتقد الاهلي هيتكلم رسميا بقى مع النادي ومع وكيله، لان في رغبه داخل النادي الاهلي بالتعاقد مع اللاعب مع صغر سنه مع مميزاته وخبراته الافريقيه،
وبالتالي جاكسون موليكا من المرشحين بقوه للتواجد داخل النادي ده، لكن سيرينو لسه الامور متوقفه وربما بتبعد يعني نظرا لكبر سنه، ولسه موقف رمضان صبحي لم يحسم وبالتالي لسه الامور مش واضحه، لكن موليكا ربما يعني يشهد الموضوع جديد بشكل رسمي خلال الفتره القادمه. سؤال، كل الاسئله اللي جات لنا على مدار اليوم جاوبناها، يتبقى لينا سؤال احنا جاوبناه وسط الكلام ولكن هنأكد عليها، عن عرض القطري لازارو، ازارو في الاتفاق السعودي، ازارو في الاتفاق السعودي قولا واحدا بنسبة 90%، ونرجع نقول التفاصيل. انفردنا بالأستاذ صالح عنتر الإعلامي الكبير في المملكة العربية السعودية والمقرب من الناس في الاتفاق السعودي، تواصل مع رئيس النادي ومع الناس، وبالفعل أكد أن في خطاب رسمي وصل للنادي الأهلي، وأكد لنا في انفراد حصري لنا أن الأزمة تكمن في موضوعين. الموضوع الأول، الأهلي طالب قيمة مالية عليها اختلاف مع الاتفاق السعودي. نمرة 2، ان النادي الاهلي عايز يحط شرط في العقد الا يلعب ازارو في نادي مصري بعد عيد الفطر، ربما يكون في لهلهة، ولكن النية داخل النادي الاهلي ان يكون ازارو في الدوري السعودي، وازارو عايز يقعد في الاتفاق، والاتفاق كمان ابدى لهلهة في الايام اللي فاتت ان لن يقف امام موضوع الفلوس، واما شرط الا يلعب لنادي مصري فهذا يتوقف على كلام ما بين اللاعب وما بين النادي. يعني كان بس نقول ازارو في الاتفاق السعودي، ازارو في الاتفاق السعودي بنسبة 90%، ازارو في الاتفاق السعودي. تمام يا احمد؟ تمام. ويمكن زي ما حضرتك بتقول كده بقى، يعني مسألة الانتقال وكده الامور المالية والتعاقدية هي اللي تحسمها، وملف وبعض البنود في العقد يمكن موضوع هياخد مننا شرح بإذن الله خلال الفترة القادمة. طيب سؤال تاني جاي لك اهو من الأستاذ ضياء الدين، شريف إكرامي أخبره إيه؟ ويا ريت نجاوب سريعا لأن احنا يعني هرسنا ملف الأهلي عشان نطلع على الزمالك. أهم حاجة بس يا رب نرضي كل الطموحات الناس المحترمة اللي بتتابع. احنا حلقة شريف إكرامي يمكن هو من فترة اجتاز الكشف الطبي في بيراميدز، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم حسم الصفقة ولم يتم الإعلان الرسمي عن انتقاله لبيراميدز. طيب بعض الناس بعت لي برضه بيقول لي صحة دخول الزمالك في مونيكا وسيرينو، ليس لدي أي معلومات ولا أتحدث إلا عندما يكون لدي معلومات، ليس لدي أي معلومات من قريب أو من بعيد فيما يخص هذا الموضوع إذا كان الزمالك دخل طرفا أو شيء. الأستاذ عبد الستار علي بيسأل عن الإصلاحات في استاد القاهرة، تسير على قدم وساق أو شكت على الانتهاء. ده يمكن أهم فيما يخص ملف النادي الأهلي. طمنا على صحة الكابتن محمود الخطيب آخر حاجة عشان جاي كذا سؤال بيها. يعني يمكن الحمد لله صحته الحمد لله في تحسن مستمر، ويمكن هو بيحاول يلتزم ببعض التدريبات العلاجية في المنزل، لكن الحمد لله حالته مستقرة والدنيا كويسة، وكان بيتابع بنفسه الحالات التطور الحالة الإنشائية في فروع النادي الثلاث بالأمس وأول أمس، فيمكن هو حريص على التواجد كمان في فروع النادي الثلاث علشان تكون مستعده بشكل جيد لاستقبال اعضاء النادي باذن الله بعد رفع الحظر بعد عوده النادي الاهلي لاستئناف نشاطه بشكل مميز كالعاده. طيب كمان في خبر اتنشر في اليوم السابع ان في تحقيقات بتجرى مع بعض لاعبي النادي الاهلي طلعوا في اعلان، ولكن هل هذا الاعلان بمعرفه الاداره او عدمه؟ اليوم السابع النهارده نشر وقال اهو، اجيب الخبر برضه على كان جالي، على كان بعض الناس بتقول لك ايه ما بتقولوش الحاجه، لا اي حاجه، احنا بننقل اخبار يا جماعه ونحترم الجميع. اهو محمد شبانه في لايف اليوم السابع، الاهلي يحقق مع 6 لاعبين، ده الاستاذ محمد شبانه، بسبب الترويج لشركه اتصالات. كشف الاعلامي محمد شبانه في برنامجه مع شبانه على صفحه اليوم السابع ان لجنه التخطيط بالنادي الاهلي تخطط للتحقيق مع، لسه بتخطط يعني ما حصلش تحقيق، مع 6 لاعبين بعد قيامهم بتصوير فقرة دعائية لأحد شركات الاتصالات المحمول يعني، وتم نشرها على صفحات الشركة عبر السوشيال ميديا، وحصولهم على مقابل مادي
دون الرجوع للنادي. وتابع شبانة، أود أن أطرح سؤال على مجلس إدارة النادي الأهلي، ما هو دور لجنة التخطيط داخل النادي؟ هل هو التخطيط الفني أم تدير النادي الأهلي؟ وما هي آليات عملهم؟ خاصة وأن لجنة التخطيط في أكثر من أمر تتحدث وكأنها مجلس الإدارة. أضاف محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن لجنة التخطيط ستحقق مع اللاعبين ومنهم وليد سليمان، حسين الشحات، حسام عاشور، والحارس محمد الشناوي وعمرو السلية، وأن هناك بروتوكول في النادي يقضي بضرورة الرجوع للإدارة في الملفات الإعلانية لمنع حدوث تعارض من وفي المستقبل دون الرجوع للإدارة. لما سألنا المسؤولين في النادي الأهلي قالوا لنا إن لجنة التخطيط بتعتكف هذه الأيام لعمل لائحة تنظم هذا الملف الإعلاني والإعلامي، بحيث ان يبقى طبقا للبنود التعاقدية، لان في بند في العقد بينص على حقوق اللاعب وحقوق الاهلي في اي حاجة دعائية او اعلانية او مشاركة في افلام او دراما او اغاني، ده كله وارد ان ده نجم، فلازم دي كلها بنود تبقى موجودة في لائحة بتتحط. وفي كان كلام كتير مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في الاجتماعات اللي كانت اليومين اللي فاتوا والكلام ده كله، واعتقد ان ستصدر قرارات خلال الايام اللي فاتت. ولكن الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمد شبانة انا اول مرة اسمعه، هل لديك عليه اي تعليقات؟ لا يمكن ما عنديش تعليق، واتفق معاك في وجهة النظر. يمكن الاهلي يعمل تحديث فعلا زي ما حضرتك بتقول للسياسة بتاعت اللعيبة، خصوصا ان يعني يمكن بقى خلال الفترة الماضية بقى ممكن يكون في اعلانات دعائية عبر السوشيال ميديا، عبر الانستجرام، يعني عبر مقاطع صغيرة على الفيسبوك، يعني بعض الحملات الإعلامية وبرضه بعض الجماعات خيرية، كل الامور دي يمكن النادي الاهلي بيحصرها، لان يمكن ان ما كانتش موجودة في لائحة النادي الاهلي قبل كده، لان دلوقتي الدنيا اتطورت بقى ممكن يكون اعلان لمدة ثانية ولا ثانيتين وقاعد في بيته متصور بكاميرا موبايل وبقى بينزل على الفيسبوك ولا السوشيال ميديا. فالاهلي بيعمل يعني تحديث لسياسه ظهور لاعبي النادي الاهلي بشكل يعني بكل وسائل الاعلام، في كل وسائل الاعلام كمان الجهاز الفني، لكن ما فيش تحقيق وما فيش حاجه بخصوص هذا الشان. طيب عموما عايز اقول على حاجه، ودي مناجده لكل الانديه الكبيره، الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، المقاولين العرب، انبي، سموحه، كل انديتنا الكبيره، وادي دجله، كل الانديه، مصر المقصه، لابد ان نفكر بشكل جديد. لابد أن يكون هناك لائحة تنظيمية للخروج الإعلامي. أنا أعرف أن الأهلي الوحيد اللي كان عامل لائحة للخروج في البرامج، ولكن المشاركات الإعلانية والمسابقات والبرامج الترفيهية والذي منه ده كان كله بعيد عنه، ما فيش ولا حد في الأندية عامل لده أي لائحة تنظيمية. أتمنى أن كل الأندية في مصر تاخد بالها من هذا الموضوع على كان الأمور تسير بالشكل الاحترافي الذي يضمن للاعب احترامه ويضمن للنادي حقوقه، وهذا في العالم كله. الأزمة كلها اللي حصلت ما بين محمد صلاح واتحاد الكرة إيه؟ أن اتحاد الكرة تخطى على الحقوق الإعلامية والإعلانية لمحمد صلاح مع ليفربول، أن صلاح متعاقد مع فودافون واتحاد الكرة كان متعاقد مع وي، فهنا حصل صدام، فحصل الاشتباك الذي ما زال حتى الآن موجودا ولم يفض. وعلى فكرة العالم كله في هذا الكلام، العالم كله في هذا الكلام، نحتاج الى امور تنظيميه تخلينا اكثر احتراما، لان احنا عايزين الاهلي زي الفل والزمالك زي الفل والاسماعيلي، كل الانديه الكبيره. ما ينفعش نلاقي لاعب بينط على حقوق الاعلانيه الناديه، او لاعب بيتجاوز انه يطلع في شيء يسيء لناديه، مش الفلوس هي كل حاجه. فهذه الامور ينظمها مجالس الادارات، ولا بد من الانديه الكبيره وبصفه خاصه الاهلي والزمالك ان يعيدوا النظر، لان ما فيش نادي في مصر عامل دي بشكل احترافي. الاهلي بدا من خلال لجنه التخطيط ولكن لم ينتهي بعد، واتمنى ان ده يتعامل بشكل من خلال اتحاد الكوره، وان يكون في ورش، لان دي امور تسويقيه عالميه بتحكمها لوائح تسويقيه وحقوق تبادليه، حق النادي فين وحق اللاعب فين وحق اتحاد الكوره فين. ليه بقول اتحاد الكوره قرف؟ لان اللاعب لما بيروح للمنتخب هو حقوقه الملك لمين؟ لناديه ولا ليه ولا لاتحاد الكوره والمنتخب؟ ده ملف مهم جدا يا جماعه. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد، هل لديك اي معلومات اخرى؟ يعني يمكن احنا حاولنا في جوله مطوله نجيب كل الاخبار لكل الناس المحترمه اللي بتتابعنا، ويمكن كل الاخبار اللي معانا نتمنى نكون موفقين فيها، وبشكر كل الناس اللي بتتابعنا. شكرا جزيلا ابو حميد، تحياتي ليك.
شكرا جزيلا. ده كان ملف النادي الاهلي باستفاضه، ودي حلقه الرد على الاسئله بشكل كل استفاضه، وما سبناش حاجه، كل اسئلتكم على مدار اكتر من 10 ايام جاوبنا لكم عليها فيما لدينا من معلومات. ان اصبنا فلنا اجر، وان اخطانا فلنا شرف المحاوله. اما ان اصبنا فاجر المحاوله واجر الصواب، وان اخطانا فسامحونا، يعني احنا بشر ربما يقع مننا اي حاجه يمينا او يسارا.